السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. نحن في هالمكان الطيب مشاهد مرة قصر المنهل، وما أدراك ما قصر المنهل. دخلوا على دخلوا بوي على الأماكن اللي تستقوا من هالمعلومات بتشوفون قصر المنهل، شو الأحداث اللي استوت في قصر المنهل، العلوم والأخبار كلها. مرة بشاهد مدينة زايد، هذه مدينة زايد، وهذا شارع الجوازات، وهذه بارهوز، هذه المسميات الأولية. معيت وامطرت في هالفريج. شو هالبناية الأول، هي بناية الجوازات يسمونها في شارع الجواز، سمي شارع الجوازات لجل خاطر هالبناية، شارع الجوازات لجل بركات هالبناية اللي فيه مبنى الجوازات. زين، وهاي البناية العريضة اللي في النص ماخذ الزاوية كاملة يسمونها بناية البيجو، بناية حياة مسلم المزروعي رحمة الله عليه. أمسعت ما بنزمها وايد. زين، وهذه طالت عماركم أول مقبرة في جنتي مدينة زايد. هاي أول مقبرة تسكرت، أول المعاشر في مدينة زايد، أولهن طالت عماركم، أجدم معاشر مدينة زايد. مدينة زايد فيها ثلاث معاشر. هذه واحدة، هاي مقبرة من هناك دون بيت قوم حياة هامل بن غيث، وشي معشرة الطرف هذاك فريج يسمونه فريج البحارنة. ثلاث معاشر، وهذا طالت عماركم. مشاهد المكان المعشرة شي براحة عودة، شي براحة عودة. البراحة طالت عماركم عليها. وين البناية هذه حين ورا البناية في الباركنج اللي ورا، شي فندق يسمونه فندق بعلبك. فندق بعلبك هذا طارت عماركم إدارة لبنانية. هذا الكلام في السبعينات، أنا يمكن أقول لكم عمري 10 سنين زايد قاصر، شيء من هالقبيل. هي 73 75، هالشيء فندق يسمونه الفندق عبارة يمكن بقول لكم 7 غرف أو 15 غرفة، وإدارة لون قرمزي النابي، إدارة لإدارة مال الفندق. في النص نافورة لونها بيج، واللي داخل الشارات المزهرية اللي طار منها المي اللي بغبغ أزرق ومتحتت الصبغة عنه. هي والله يوم بي المطر انتزر هذاك الفندق لين عينه بحر، تغدي البقعة كلها بحر، مياه ريج، مياه تدم المنطقة هذه. بين الفندق والبراحة، بين الفندق والمعشرة شيء براحة عودة. براحة هاي بتشوفون هل بالتكاسي سيايرهم، هل بالتكاسي الله أكبر بعضهم ما شلبت. حبي خلص الدم برد أخبركم. والبراحة طالت عماركم، نحن بيوتنا هناك. الفريج هذا روحه من غير، هذا فيه أماكن فراغات وايدة، من ضمنها قلت لكم البراحة هذه، ونحن ساكنين عادي هناك. وهني بيوت قوم السادة، بيت السيد أحمد والسادة كلهم الله يحفظ اللي تبقى منهم ويغفر اللي توفى منهم. هذا من عقب طرف هذاك، لكن الطرف هذا وين البراحة هاي اللي أخبركم عنها، وين مشاهد فندق بعلبك البراحة، وين وكم تكاسي. هذا في الليل طالت عماركم من عقب أذان العشاء يتيامعون هل بالفنون الشعبية، ما بالفنون الشعبية مال الإمارات، لا، الفنون الشعبية الدخيلة اللي من المناطق الثانية، وين أنا ما يخصني. زين، لكن يتيامعون هي، والعالم كلها أتي تتطمش كل الفنون اللي كانت تتسوى ما بالليوة. ليوة ما كان يسوون ليوة هني، ليوة في الأفراح وفي الأعراس وفي المناسبات. هني شيء يسمونه مديمة، وشيء ثاني وتو تو 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 تو. انزين، وشيء فن ثاني استوني قلت لك يا شيخ السومة. فهذا فن من فنون السومة، فن جميل حاليا شبه انقرض. أمسات سمعت ناسي طرشوا لي مقطع منه، حلو، إيقاع جميل وفنان،
طريقة النقزة اللي يول داخل مناقز. شفت الحمام اللي تنقز؟ شرات الحمام يعني أداء حركي جميل هذا فن السومة، وكلمات جميلة وخفيفة وحلوة. فالفن اللي كان يؤدى في هذه المنطقة بالذات في البراحة هذه فن المديمة وفن السومة، وكانت فنون جميلة. وهذه الفنون المديمة والسومة فقط للرجال، ما تخالطها النساء، النسوة أبدا ممنوع، شرات العيب منقود. مثل الليوة من استوى الدنيا اللي يقبضون الصف، الليوة الريايل بعصيهم. أنا ما يخصني تقولوا لي هاي البارح واليوم الحين، لا أنا أطري لكم أساس الليوة اللي من المستويت أشوف شرق في كل أنحاء العالم. الليوة رجال وداخل وين الصرناي، وين هالبيبي اللي جرجعونه، وين المسيندة، وين الرحماني والكاسر، هذا هناك شيء حلقة من غير الحلقة، هذه شيء حلقتين. الحلقة الرئيسية رجال، الحلقة الداخلية نساء، حريم، هاي الداخل حريم، يعني ما يكون متلاصقات بين كل واحد والثاني متر ولا متر ونص، واللي خارج هاي رجال. وممنوع لعب الليوة ولا المديمة ولا السومة بنعال، ممنوع، أكبر عيب، أكبر منقود، أكبر غلط، أنه اللي يلعب الفنون هذه يكون يدخل بنعاله، يعني كسر عتب واعتبار، ممنوع، في حقوق، في يعني شيء غلط، يعني في قانون الفنون السابقة يعني ممنوع أنك تدخل أنت تلعب ليوة، أو يعني بتعطي حد شيء ولا شيات، بتعطي حد بيزات ولا شيات من هاي اللي يتكدشون، هذا ما تروم تعطيه وانت لابس نعال، لازم بلي نعال. وهالفنون كانت كلها موجودة، لكن ما بفنون الإمارات أو بضبي بالذات، أنا أتكلم عن بضبي، الأول شيء فرق العيال والحربية، شيء ليوة هنتين ليوة، ليوة في فريج هالزعاب يسمونه ميفت، وشي ليوة في دائرة المياه، هاي مالت حياة خميس قنقون، حياة خميس قنقون اللي هم بيت شيء في دائرة المياه وبيت ثاني في المرور، هاي كلهم ليوة فنانة فوق عن الزين. لكن اللي يلعبون الليوة، هل بالليوة روح من اللي يلعبون يجون عادة من شرق ومن غرب، من الدول مني ومننا، كلهم يشتغلون العرب. الأول بوظبي مصدر رزق للعديد من الأسر، بنت العرب اللي من غير بيوت، وبنت خذت المزارع وخذت النخيل وخذت كل خير من وراء خير هالبلاد. الأساس النواة يو يشتغلون كدوا أول ما ظهر الخير، نعم، من كل بقعة يو كدوا واشتغلوا وحصلوا الخير، وابتلت شاريحهم وعرسوا ويتم العيال وسووا الخير وبنوا وعدلوا كل من خير هذه الدار. كان الوادم يون يشتغلون شغل مبعيب أيا كانت الوظيفة، الأول الدنيا توهم برجة، يشتغلون في كل بقعة، ما بحدد لكم وظيفة معينة ولا شغلة معينة، لكن كل الوظائف الناس تشتغل فيها، الحكومية وشبه الحكومية واللي ما بحكومية، وفي البيوت وعند في النخيل وفي المزارع وفي الزرايب وفي العزب وفي البيوت بالذات، في البيوت ما شيء بيت ما في حد، ويكد على هلا ويكد على بلاد ويكد على ناس ويكد، والحمد لله رب العالمين، هاي توافيج واستوت العلاقات والناس تطمش والناس تتفرج، يطول النهار يشتغلون، متيون يقصرون دوب من عقب ما يصلون العشاء، من صلوا العشاء يو قصروا دوب، قالوا سارين كسر هوس، سارين قصر دوب، قصرون دوب في الشو يطمشون، حد يصير ليبه الكورة، ليبه لعب الورقة،
اللي يبلع بالكيرم، اللي بالطرب، اللي بالفن، اللي بالطوع، اللي بمدارس معاهد القرآن، اللي بالنادي، اللي بالسياك، اللي بالنادي السياحي، اللي بالبحر، اللي بكل شيء متاح، كل شيء متاح. هذا وين فندق بعلبك يجون العالم من شرق ومغرب، لو اللي بيون ناس بيضيفوا بيون ضيوف عند البيوت ولا عندهم مكان ضيج عليهم مكان يسكنون في فندق بعلبك. شيء فندقي، شيء فنادق اثنين. الفندق الاولي قلت لكم عن فندق بعلبك هذا يعني بدون نجوم، هذا نجوم حتى ولا نجمة زين. والفندق الثاني عالي المعشرة، عاليها المقبرة هذه اللي خبرتكم عنها، عاليها وين بيت قوم قوم بربيع، عالي بيت قوم بربيع، شيء فندق يسمى فندق استرند، فندق استرند ثلاثة ادوار عبارة. هذا بعد فندق أظني نجمة، نجمة واحدة، ولا بعد أظني بلية نجمة. الوادم اللي يبين من شرق ومن غرب، وهذا الوادم الأول يوم حب يك ضيف يلس في الميلس، يلس والعرف في الميالس، ما شيء الأول فنادق وايد، شيء فنادق الفنادق لو بحد يروم يسكن فيها غلاية، يعني غلاية اللي بيجي من شرق ومن غرب يلسون في الميالس، يلسون وين أنت مسيس هير سعر بيت الفلاني، يلس عندهم في الميلس يحطون الفراش وهذا ويبات ويقيل في الميلس، قسم للضيوف وقسم للضيوف. هذا الشيء أبوي ما شيء هكذا، كل بيت أبوي فيه ثلاث أو أربع غرف حق هل البيت روح، والميلس طرف منك. وعلى فكرة الميالس كل هالبيوت ترى فيها ميالس، حتى لو بيوت شعبية، حتى لو ببساطة، لازم الميلس، ما بلازم ميلس قصة شداد بن عاد، ميلس ثلاثة في أربعة ولا أربعة في ثلاثة، هذا المقاسات الميالس الأول. كنديشناتن ودنياهن والحمد لله رب العالمين، يوم عقب صلى والعشاء وعشاء والوادم يابوا لهم فراشهم ورقدوا، أصبحوا الصبح ريقوهم، ساروا في أشغالهم، اللي جاي يقبض الشرها، اللي جاي يبي يدور عينية، ولا يدور خير، ولا يدور رزق من هالدار. هالدار أقولكم أفضالها وخيرها على عالم، عالم حد يدري وحد ما يدري، أفضالها على أسر كثيرة في مختلف شتى أرجاء المعمورة. الكون هذا هالدار لها فضل، ناس وايد حد يذكر والكثير يذكر، ما يتعذرون ولا ينكرون. ولكن في فئة قالوا نحن أبوي يعني أنكروا أنها أنه يعني كانوا يكدون من هذه البقعة وأنهم أساس ثروتهم وأساس الخير اللي هم فيه كانوا هني، لا كانوا هني واشتغلوا وكدوا والشغل مبعيب. أيا كان الشغل، أيا كان الشغل، حد يشتغل بضبي وحد صار يشتغل في الدمام شركة تكشير الربيان، واشتغل أبوي في كل شيء، حد سار الدوحة وحد سار البحرين وحد سار الكويت. عقب يوم زاد الخير في هالدار، دفعت دفع البيب، قالوا دفع يات العالم ليه في الخليج كلهم، ردوا عادة إلى عقر دارهم وعاشوا في هالسعادة وهالخير وهالفرح، وبل وبنى وعدل وزينا والحمد لله رب العالمين. اللي عرس واللي أهل عيال واللي كبروا عيالهم ودرسوا عيالهم وسووا الدنيا وعدلوا الدنيا كلها والحمد لله رب العالمين. خلنا نقطة مش نصلي أذن العراج عن أبو أنا بر 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 يوم الدين. هذا أنا رب الله، هذا أنا بالعراده اسمعك، ناس أذنت وبيصلوا وبيخلصوا وإحنا بعدنا بر 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 خبرهم عن الماضي وعن الشيء وعن الذكريات وعن الدنيا. ماضي يوم سنة 70 أنت قاصل كيلو عمرك 80 سنة. شوف أنت بالله عليكم شاف النار بارد، والله العظيم هذا اللادي في غير نمونة. حد من الناس اشتغلوا في البلاد وحد من العرب ظهر خارج البلاد يشتغلوا، حد من العرب كدهني وتم وصبر على قل الدخل وقل الهس، لكن الحمد لله رب العالمين. ما يا فقر، نحن ما شفنا فقر. أنا اليوم قلوا والله هك الأول فقر، أنا من الله خلقني وأنا عايش ما شفت فقر، وهاليتنا ما شافوا فقر. يقولون الأول في أيام الحرب العالمية الأولى ما أدري الثانية استوى عندهم فلوس عندهم ذهب، لكن ما عندهم شيء يشترونه،
فاستوت الحروبات وما الحروبات سكرت مضيق هرمس وسكر باب المندب وما ادري شو مناكي ما شيء لا مطارات ولا شيات ولا بضايعتي الا في البحر في البحر ما شيء بحر ما توصل محامل ولا توصل مراكب لا حق دبي ولا ابو ظبي ولا الكويت ولا السعوديه ولا كل هالدنيا تقطعت السبل ما شيء بواخر تجيب ما عندهم الا البحر وعاشت اللوادم من خيرات البحر والحمد لله رب العالمين وقتنا وخطف والحمد لله عشنا بشراغة وأناس وخير والحمد لله وهاللي تشوفون اللي بقى هاي كلها كلها شعبية كلها شعبية يمكن نسبة بسيطة في فريج البحارنا هناك وفريج قوم السادة الطرف هذا وجدال بيوت هني بيوت قوم هامل بن غيث وجدال بيوت قوم بن فريح الفريحات وجدال بيوت قوم بربيع هذا بيوتهم كبار هالبيوت الكبار الرسمية ولا البيوت اللي مغير كلها شعبية كلنا بيوتنا شعبية ما فيه جليل جليل حد روحه باني ولا البيوت هاي كلها شعبية شيوخ عطت العرب كلها وكلنا بوي باني ثلاث أربع غرف زيادة في الإضافة هذه ومجرينهن مجرين البيوت يوم استوت المدارس وهذا أجروا بيوت على المدرسين والمعلمين والموظفين اللي جاي بحرمته اللي جاي بعياله والمدرس بعدها بالله ساكن بيقبض معاشه من المدرسة لا يدرس بعد دروس خصوصية يدرس هذا لو بعد ما شيء دروس خصوصية قالوا والله الفلانيين عندهم مدرس يتشاركون العائلة الفلانية يجي المدرس الميلس ويجيبون عاد عيال الفريج هذا يحط شيء وهذا يحط شيء وهذا يحط شيء درس العيال كلهم وينجحون حد منهم ينجح حد منهم ما نجحت يعني هي نجحت سكت خلني أرمس كل ما بغيت أسترسل خرب علي بعد هذا بهين هذا كم يبت زين فأقولكم عيشة حلوة والله واللي بعد ما أجره البيوت حد ألف حد ألف ومئتين حد ثمانمية حد سبعمية حد ألف حد ألف ومئة الأجار ما يزيد عن الألف ومئتين الأجار ما يزيد عن الألف ومئتين ولو يتجمعون بعد عزوب في طرف البيت الباب المرأة انها كانت عيشة جميلة وحلوة وزينة وفنانة والحمد لله رب العالمين هي والله عيشة جميلة وخلاف عادة يوم كبرت البقعة يا مدينة زاد هذه تشوفوا كلها بنايات هاي كلها الأول بيوت البيوت هاي طالت عماركم عقب السوى التثمين قالوا والله ياجي القص هي فرحة العرب ياجينهم القص القصة شو التثمين عازمة تي لجنة تحسب كم حجرة مسلح تختة بند هذا اسبست هذا يعني اللي دار شيء يعني كل بيت له تثمين وثمنوا البيوت قصة عاد التثمين قصة وين تحولت العرب وشو عطوهم وشو ما عطوهم وعقب سوت الزيادة وعقب سوت بنا وعقب عطوهم بعد حق الفراش وعقب عطوهم شو بقولكم سوالف جميلة 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 وايد حلوة سوالف عشناها شوفوا كل بلاد في الدنيا العودة الخليج كله كله ياه التثمين لبيوتهم في نص البلاد ياهم التثمين حصلوا التثمين ومع السلامة بنوا بيوت ما بنوا الله أعلم ما عارف شو القوانين عندهم لكن أتوقع 90% شراتنا إلا بوظبي بالذات بوظبي بالذات طلع التثمين ثلاث مرات أولا أمر حياد زايد كان اللي بتشلون بيته يصرف له أرض تجارية وزراعية وسكنية ثلاث أراضي مكان بيته هذا شو السبب؟ شو السبب؟ السبب أنا بخبركم رحمة الله عليك يا زايد خبرهم هاي حين بخبرهم الأول لادمي ساكن في بيته ساكن في بيته ومأجر ثلاث أربع أغراف في الطرف وعايش يترزق الله من وراء الأجار هذا معيش بيته وعياله وفاتح ميلس وضيف ومكرم الضيف وساير وياي والناس عايشة في حياة زايد بدال آدمي ما يأجر فيه صرفه حق هل بالبيوت أرض تجارية بدال ما هو يالس يترزق الله خلاص انقطع رزق حينه ما عنده إلا معاشه معاش ما يسد كم بيبد عطوه أرض تجارية والأرض التجارية طلع بعد عليها قرض تبنيها الحكومة ياخذون نص درهم بالمية الباقي كله بين صيانة بهانس والنص درهم بالمية نص درهم بالمية هذا حق الإدارة حق الإدارة
ويقصون حق القرض ويعطونا أظن 50%. نسيت والله نسيت الموضوع. وكان مسؤول عن هاك الأيام حي بعدل، حي ما شاء الله عليه الله يحفظه، عيد بن بخيت المزروعي، ولي قابض لجنة يسمونها لجنة الشيخ خليفة للمباني التجارية في بناية الإزاز اللي على الكورنيش. العرب كلها تصير تقبض شيكاتها من هاك هيك البناية، والناس الحمد لله ناس ترزق وعاشت في خير وعاشت في نعمة الحمد لله. فضل حداد، فضل حداد عد وبد على العالم كلها، العرب حتى اللي بي من شرق ومن غرب بيوصل وبيطلب يعطونه، حتى لو ما من هالبلاد. وايدين انتم تلقطون شيء من الباني القبيله الفلانيه، الفلانيين ما بنضبي من البلاد الفلانيه لين اليوم ولين باكر، ها عقارهم لهم من هاك الايام. فلذلك انا اقول لكم خير هالدار عاد دبات على الناس كلها. انزين طلعت المعاوضه وبنوا الوادم بالبيزات اللي حصلوا المعاوضه. المعاوضه كم تكون؟ بين 800 والمليون و200. بنت الوادم بالمليون والمئتين، عقب تم يديرون عيونهم ما عندهم حق الفراش. بنوا بيوت بناقل كل بيت كم كبره لكن ما عندهم حق الفراش. تم اللثات شو بيسوون؟ ما عندهم شيء. وصلوا الخبر للمعازيم رحمة الله عليهم، قالوا كل انسان اللي معطاي 1200 زيدوا مره ثانيه، صرفوا المعاوضة مرة ثانية. اللي عاطينا 800 زادوا 800، اللي عاطينا 1,200,000 عطوه 1,200,000، اللي عاطينا 900 زادوا بعد 900. ها يتم الرش، العرب فرشوا وعدلوا وزينوا وكل شيء. ترشرشوا ما حد عنده سجاير، نشوا عطاهم مرة ثالثة. المعاوضة الثالث هذا عطوهم بوي نص المعاوضة، اللي عاطينا 1,200,000 ما عطوا 1,200,000 شارات الأول، عطوا 600، واللي عطينا 800 عطوها 400، واللي عطينا مليون عطوه 500. والحمد لله عاشت الوادم وسوت المزارع واستوى عقب التسويق الزراعي واستوت الدنيا. شو أقولكم؟ ومشت الدنيا، مشت الدنيا والناس معيدة. لذلك هل المنطقة هذه من أسعد الشعوب، مجرمين الضيف من يوم الصبي راقد، يوم الناس غافلة، الناس ما عندها شرق وغرب يسمعوا بهالبيزات. هني يبوا يربط البيزات، ترشرشين جايتنهم البهانس وجايتنهم الخير من المعازيب رحمة الله عليهم. ما بقصروا بحد مرة، ما حد تم ما عنده. كل الناس أخلاف بتقولوا لي بنا وعدلوا، هي للناس اللي حافظ على خير وهذا نمى الخير، والحد من الوادم لعب بالهست اللي عنده فافتقر، وحد من الوادم الله سبحانه وتعالى طرح البركة فيه وفي خيره وفي اللي عنده وسوى ثروة. حاليا ما شاء الله يملك مال المؤمنين والمؤمنات. فلذلك هل الدار هذه سبحان الله كانوا وما زالوا من أسعد الشعوب. فلذلك تلقاهم منصة منصة طال الزمان ولا قصر منصة، كل هالعرب هذه اللي تشوفونها انتم كلها منصة، تيها الناس من شرق ومن غرب يدورون الشفاية يشفونهم ويعطونهم وما يقصروا بهم، توصل شفاياهم لين آخر الدنيا. وكل حد يعرف حد من هالدار هذه يحس كأنه يعرف متسند على يبل متسند. هي قال فخوز عن فلان جاي من بضبي بوي متنقنق، هي الفلان تشوفونه جاي من بضبي هذا يا ابو ظبي مترشرش يعني بهانس. ما حد يجي عند حد من هالدار الا الله يوفقه، ما حد يجي عند حد من هالدار اللي يصير وشال ما خف وزنه وقليل ثمنه. حتى لو يقعد ناس عاديين ما بلازم، ترى المعطى والانسان اللي يتصدق واللي يعطي واللي يجسم ما بلازم يكون آل ولا معالي ولا سمو ولا لا 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 لا. الحمد لله الإنسان يمد باللي الله ما تدب عليه، اللي الله مكرم منك فيه تكرم من طرفه. فلذاك الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى طرح البركة فيهم وفي هلهم في عيالهم، إن العروق طيبة الأساس زين الحمد لله. عبدو الغالي نحن وين؟ ابو ظبي. وين اي مكان؟ مركز المارينا.
شفت بالله عليك؟ اجماع. هي هي؟ اجماع مركز المدينة. بتشوف الحين انت الدنيا. ها؟ مركز المارينا. هي؟ شوف ما شاء الله، شوف هالموقع الزين. نصير عندك البوابة. شفت انت هالمبتديت المكان هانت قبل؟ أول مرة؟ قط مايت. إن شاء الله اليوم بتي بتشوف الدنيا، بتتمشى، بتعين من الله خير. بتفرج. بهرجك، بتشوف البقع، بتشوف المحلات. إيه إيه. ضروري إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. لا تقولوا لي عادي، أبداً. فنان وما حد شراتك يا أبو محمد، لكن المشكلة بس هالعصيجيلات. هاي العصيجيلات لو الله سبحانه وتعالى شوية يرزقني شوية الحيمات ما علي. متحيسات 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 غير غاديات، ضعف فيهم، ضعف وغبر، ضعف وغبر، لكن الحمد لله يعني اني شوي خف البطن وكل شيء، لكن وايد اللي نقص اللي نقصن لريول لريول تصحتها الروح حرص لوب شباريت ابدا روح حرص لك بدر عنكم الالوان غير لونها. عيني عليك بارد يا ابو محمد، عيني عليك عليك بارد. بشل الربع حين وحين عاد وين مشي مشي ان شاء الله. اليوم بحاول اني اخلص 6 كيلو من الحنايه. يسار وير ار يو؟ ام هير. هاو ار يو؟ الله اليوم ما شاء الله عليك. هي يا ويلي تسوي الكل يو واي هي يو نو واي بنطني. اي شامبي هاو ار يو؟ السلام عليكم. تعال ديتو تعال. وين ارباب؟ ارباب وين؟ في البيت. شو يسوي؟ اليوم تعالوا من وقت ان شاء الله. لا تبطون سيد من تفطرون سيدوا تعالوا. وقول له لا يسوي لنا حشره، اذا بيسوي حشره لي خبر مدام خديجه. اليوم قابض بيزات، محصل البيزات اليوم هو. عندي هي بس لا تطري لا تطري وين؟ يلا سير يلا. الربع كيف حالك؟ الربع وينه؟ تاتي انا ما قلت لك بتين حينه. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله، شكرا يا شامبي شكرا. يلا يلا بدي هناك. ماشي ماشي ها تبع شوفن. ها هنتين. ما شاء الله يلا وحدة كلها تطير. حليل أول مرة تبكرها فقيرة. خلهن أباهن أباهن ودهن هناك. والله إن عبده راقد توني وعيت الحين. هاي تشوفونهن؟ هاي اللي تشوفون التيم ما شاء الله روحي زارع عندنا خلاف عيدان. ها في أول الموسم ما شاء الله. شو ما شاء الله؟ كبار. الحمد لله رب العالمين. السنة سنة خير وسنة بركة وسنة رزق. فضل من الله سبحانه وتعالى. شوفوا تبل في فاي يغني يا ليل ابذر البذرة شهر 7 شهر 8 بالكثير. لكن تبذرها في قويطي وتبذرها طالت أعماركم في جرين هاوس لين يظهر عليها سهيل. من يظهر سهيل شهر 10 تنزلها في الأرض في نص 9 أول 10 ويستوي هذا. هذا اللي تشوفونه ما شاء الله تبارك الرحمن. يكون هذا الناتج، هذا الناتج إذا أنك أنت البذر يكون شهر 7 و8 تأكل إن شاء الله ويا الأنغال. هتوح تو بادي صوفر ان شاء الله ويا الانغال اول ما يتبشر البلاد ويصبغ رطب ناكل منه. اول الله اول الله كان كان شايف العمر بده. الله يطعمنا ويطعمكم القير ويرحم اللي السنه ما لحقوا عليه ولا بيلحقون. هي نقدر تغفر لهم وترحمهم يا ربي. هي اللي طارين كل سنه ياكلون رطب ويانا وتوفوا بعد ويش بيلحقون عليه؟ ان شاء الله بياكلونه في الجنه، بياكلون اللي اخير عن الرطب. الكلام اللي وصل طالت عماركم من تعليقات المتابعين، وحده تقول نحن ما نقول تصيح البقره نقول تبنجح. هي نعم حد يقول تبنجح وحد يقول تصيح. حد يقول بجيركم يبنجحن يبان الثيران يبان الثور ولا البقره تبنجح تبى الحلاب حارجنها اللبن. وحد من العرب يقول لا البقر يصيحن، حد يقول يبنجحن. وهو كله صح وهو كله صح ما شيء فيه غلط. اي واللي وادم الاول تفرح تتريى يوم يشوفون البيت الفلاني طرش لهم لبوه. نحن نقول لبوه وهل الكويت يقولون الباء، حد يسميه الباء وحد يسميه لبوه. لكن اكثر الوادم يسمونه لبوه يعني ما انا ما اعرف حد يسميه الباء.
القلبه يسمونها الكويت وهال قطر وهالبحرين والسعوديه دمام، لكن يقولون كاني ومن منطقتي ومن بيئتي اللي انا ربيت واستويت فيها يقولون لبوه، يقولون جايتنا لبوه، قال مبوي قال الفلانيه قالتهم والد بس. والاول تلوادم تربي في بيوت البيشان وتربي الهوش وتربي اليعد وتربي المعزه وتربي البقر وتربي الدياي وتتمنح من اطراف بيته، هذه هذا من شيء موجود من سوه الدنيا. ومن التعليقات اللي جت بعد من عند حد من هذا اللي قال البقر يبنجحن ما يصيحن، هي البقر يصيحن ويبنجحن، هاي لفظ على الاثنين. وبعد تعليق من اهل الكويت ان ابو محمد نحن لين اليوم التعويضات ما وقفت، انت تقول عطوا ثلاث مرات، لا انا ما بهذا القصد، اقولكم نفس الشخص يحصل ثلاث مرات، مثلا يظهر فريج تحته بترول ولا تحته بير غاز ولا شيء يظهر ولا شيء، اكيد بيستوي تثمين هذا اليوم مباشر بعد سنه بعد عشر، تتعرض المنطقه لمشروع يخط فوق قطار، يخط فوق جسر ولا شيء، لو حتى البيت توه مسواي ما بمشكله يستوي. لكن انا اللي اقصد يوم اطري التعويض عوضوا ثلاث مرات للاسره الوحده للبيت الواحد لراعي البيت روحه تعوض ثلاث مرات بدال المره والمرتين، لأن استوى هالكيت واستوى هالكيت واستوى هالكيت، هذا اللي قصيته. قالت عقب سامحني يا أبو محمد أنا ما فهمت غلط. قلت هي نعم إذا فهمتي غلط عيل هذا التصحيح وصححنا لها المعلومة. غرب الله تك يا شام بيها، والله إنها متفضخ، هذا بيخترب التين وهو ما قطعه ها. عين طايرة متصادق ويا المبلش اللي خاري في بيوت يراننا كلهم، متصادق وياهم كلهم، يبي يصير يبربر ييلس وياهم بالساعة والساعتين، مهمل الزراعة هالزمان، هو مهملنها الزراعة مهملنها ها. هذا حين طاح ما بيش إلا كان بقول، والسب شو الإهمال هي. سبحانك يا رب. عين ما صلت على النبي. شوفوا زهرة الزيتون ايش قاعد زهرة تلونها، سبحانك يا رب لا إله إلا الله، قام مزهر جوافة، حد يسميه جوافة وحد يسميه زيتون، لكن باللهجة المحلية زيتون. فلذلك قيل طعمك حلو وزين يا زيتون، لونك حلو زين يا الزيتون، لونك حلو زين يا الزيتون، وطعمك حلو زين يا الزيتون، لكن فيك طبع مرياحي، لكن فيك طبع مرياحي. هذا يكون الوصف يطلق على منو؟ على الآدمي اللي كل شيء فيه زين، غرب الله تلك جنبي زين، لكن يطلع فيه عيب شرعي، هذا يخرب عليه الزين هذاك كله، يخترب هذاك الزين كامل، يخترب كل شيء يكون حلو زين فيه، غير فيه طبع يخرب كل الطبايع الزينة هاي، منها السرقة، منها اللواتة، منها النصب، منها الاحتيال، منها وايد علوم اللي تخرب على الريال ومكانته في المجتمع. تعال ياي. شو هالجسم؟ اليوم عم سوي ستايل غير. بعد. يلا بالراض على عمرك. يلا نلبس اخلاق. يوم نسيت الساعة. ضاري اشغلها. اعرف كم مشيت، لكن انا قانوني اعرفه. لفة كاملة تستوي 4.5 كيلو وساعات اخذ ازيد لفة هناك. يوم شيء وقتك انا اليوم انا من الاساس ظاهر مخر تو ناس مرقاد. لا ما توني بعد تكذب؟ نعم وعم ساعة الصبح كذب؟ نعم عم ساعة كبرت كل الخلل اللي عندي اليوم. اي والله البارح مدردع طول الدرب يدردع قهوه من ظهرنا من ابو ظبي من دبي لين وصلنا ابو ظبي، نسيت انه لي عداري ضاري يدردع منهل وياي يدلل والمنهل ما يعول، هي وسقيت دله كامله. يعني دله سقاني ما رمت ارقد. ما رقد، لكن لا انا ولا منهل ما شاء الله، لو نايم دلتين ثلاث، رقاديين نايين. فاقول لكم الوصف اللي توني اعده عن الزيتون اللي هو الجوافه، ترى طعمه لذيذ وحلو، لكن الناس ليش ما داني ما ترغب فيه؟ يسوي ريح ينفخ البطن. فمن ينفخ البطن الناس تتضايق منه. فلذلك قال بتوصف طعمك حلو زين يا زيتون، لكن فيك طبع مرياحي ينفخ البطن يسوي ريح. بس شو اختصار صير زغاوي ريح ينفخ البطن
هي هو هذاك اللي ما ينطرق. هذا بيت المريخات يرانا. شوفوا بيننا وبينهم تقريبا كيلو، حوالي 100 بيت ما بلا سابع يار، حوالي 100 بيت ويوصل جسامهم لين بيتنا. هذا حين يسوون جدرين، جدر يسمونه جدر السركال اللي هو للمجموعة للعالم زين، والجدر حق الإيران، جدر الإيران جسمه دريوليتهم، جدر السركال يجون العالم يأخذون لي الله كاتب إنه من بيوتهم. وهاي بعد طبيعة موجودة عند هذه الدار الله يحفظهم الله يكثر من خيرهم. هذا عبدو عنده سالفة بيخبركم عنها حينه. عبدو الله يسلمكم، ما صار العمرة بحياته إلا العام. تعال عبدو. ها عبد الرحمن تعال ياي. يقول عبد العام الوقت هذا كان في وين؟ العمرة كنت. ما اسمعك. العمرة. هي. سيارة عمرة. أنتم منو؟ ما أقول سيارة عمرة، سيارة اعتمر. سيارة اعتمر. أو أسوي عمرة. إنزين. أسوي عمرة. إنزين. أنا وخمسة أخوي واثنين. كيف استوت السيارة هذه؟ سيارة الله يسلمك سلم غالي، كان يد العيال اللي رايحين وياهم. يدهم. يد رجال عود عدال بيتكم ياركم. جارنا جار. توفى. توفى ومسكين حاجز حق العمرة. هي. حقه هو وزوجته وعياله. انزين. وتوفى مسكين الله يرحمه. الله يرحمه. كان حاجز يعني هو خلاف. خلاف عاد كمل. ميتها. الناس اسمهم ما راح مسكين توفى ورحنا احنا. كيف رحت انتم؟ شو السبب؟ قالوا بدل لا يروح الحجز بلاش. هي. سيروا انتم. انزين وسرتوا. وصرنا عمرنا الحمد لله. دعيتوا حق الميت؟ هي احلف. والله دعيت. اكيد. اكيد اكيدين الله يرحمه ويغفر له في هذا اليوم الفضيل. شوف انت دعيت لي انا؟ لا كنت ما اعرفه والله؟ كيف؟ حق وش ادعي له؟ دعوه بلاش ماشي. شوف انت اقولكم هو الجماهير محصول اليوم شايفين المساء اول 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 ما ياب شو اسمه؟ شامبيه راويناهم اياه يبون يشوفون محصول المحصول اليوم من بعد الفطور. شو وضعك؟ شو وضعك حينه؟ مرة جان. مرة ليش؟ مرة تفطر الدم. سبحان الله. خمود. أنت ما أكلت وايد اليوم؟ من قاص صحن منك. الله أكبر. حرام حرامي أكل تحرى من أكل طير. طير أنا ترى طير. هذا طالت عماركم فنيالي أنا. زين؟ هذا فنيال أبو محمد. وهذا فنيال. هذا بو هذا فنيال أبو أحمد. نحن عاد نبراويهم مفاجأة وأنت با 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 با. با. تفضل تفضل. يا مرحبا ابو احمد. يا مرحبا. زين شوي شوي حار صراحه. حار. شو الاخبار؟ وين؟ سماء. صلاح يسلمون عليك العرب كلهم اللي في دبي. يسلمون عليك العرب اللي في طوار. تسلم عليك الناس كلها. قال سلم على صلاح. عافيه. الناس اجمعين. كلهم الناس اجمعين. عيسى عبد الجليل. عيسى عبد الجليل اول واحد. سلم عليك وايد وايد. وتهندق ليش ما يصل؟ قلنا صلاة عند اجتماع. اجتماع قلنا عند اجتماع. اجتماع مغلق. هي. اجتماع مغلق عند صلاة. شي فيه. الارجنتي ابو لك شاي. ايه فوقه فوقه. نعم ما صحة تفكر. وشاي وقهوة. اه موجود يخسر شو قلت لكم؟ ها؟ ما قلت لكم؟ زقري زقري خليه هذا شلي 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 ما يبي ودي 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 أدب كله أدب. أيه ما لتي سباقم تعال يبي يبي لتي سواتن شلي شاي مانا شلي شاي لا تكلم عيال تعال تعال بس يبي الله أكبر عليه لتي سواتن لتي سواتن هي بعد شين قوات عين مكسورة وتبرد. أكرمناك وحشمناك بعد كل دوسة على على مكان. شو هاي اللعبة؟ شو تبع أسد؟ تعال 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 شله شله تعال أسد أسد يا علمان الأسد تعال خلي شلك وده خلي وديك ما نبغى كذا تجلس عندنا باروت غاد سويتي لحق خدية هددة وما بي غير بالعيد مع السلام كل واحد خير اتصلت على خدية حينه؟ زين زين صرخ حق خدية يا بهان سويا والله
ما اقول لك تصير حق هديه؟ ليه؟ انت انا لا اقول كلام. ما كلام؟ تجيب هذا مين على ليش ما يدي هديه انا جيب؟ وانا شي خسري؟ غايبني؟ غايب انا غايب. هذا انا الف. هل انت ملانه سلا؟ ما زي انا ما في هذا غايبني انا حينه؟ الله اكبر. هذه بس هذا بس. ايه اشوف خايب ما انا احنا اربعك الواحد يا خمسه هذا ربع انت واحد هاي الفيل وانا الف يرمي بقى انا ولا ربع هاي قرطاسه حقك قرطاسه بعده بس حيوان والله لا ينهشك يا ربي خبرها شو سالفة صلاح يوم يجينا متشلوطها بارود استوي بارود استوي بارود استوي هذه خليه يروح حتى صلاح سلام عليكم بنت احمد نعم ابوي كل يوم يجي بعد شوي حي لك اليوم تشلوط تشلويط بعد ما في شيء رايح اليوم والله العم يا اخي من يا وهو يلاعب تو قرص عبد الرحمن قرصه ما يدور لغيرها والسبع عبد الرحمن اللي بغى يشوف البيزات كل كبده كنا نحن القبو في دار ما شفتنا انا بعدني انت من يوم هذا يوم بابا يوم شبان صلاح وانا تتكلم معي كنت زعلان عليك خديه شو الحين بترمسينه لا اذا ما بيكون عاقل لا انا متفقه معاه من يا قول لك اليوم تحرين حرم كوكنا ينبح بلبل فلفل كما اقول لك عبد الرحمن كمخه على وجهه زين ما جد لعيونه روحن عيونه غير تحرين عينه صغار نعمين يا بابا حبيبي شو اتفقنا نحن اتفاق ما يجي ورب بعض الحائط شو ورب بعض الحائط الاتفاق زين بابا ابياسي يهدد بيصير عندنا توه يا حتى دقيقه مايه ما بصير الجيم يعني ما من جيم ما بصير الجيم انا خلاص ودرت الجيم فرمضان ما بتمرن هدى حين جاي تبى تير سولف وياكم انتفخ راغها خلاها تيلس خاري خدي قولي له عن خديوه خبري قولي له عن هدى ينبحها ابدا لا لا ما يجيب الجرى سبحان الله ما بسيله سبحان الله ما بكذا بنت خلاص روح شرب شاي سلاح بيبي حبيبي ما قلت لك هدى لا تتهاوش فيها اسمع خليني اكمل كلامي هدى بس سبحان ما كان العيب من صديقتك؟ لا ما كان العيب راح وقال اسير العب ويا اليهال خاري اول مره اول مره ما انت قلت يا سيري من هناك اول مره ما بابا يوم بيجيك عيد سولف معاها سر زقر هدى زقر هدى زقر هدى سر اكو ساره بيزقرون هدى الحين يا تلفوني لا سكره ما خصك اختي هاي ولا اخذك انت غرب الله سكرت وغرب الله تكنت يا نحيس نحيس الله اكبر وين فلوس لا هذا لا البوك الثاني البوك الثاني ما في ثاني بوك واحد
عنده خلي هناك هذا ولو هذا عندنا ملكي هذا ما في لا هذاك بالبيزات راوي يا بالبيزات يا لدوي يا لدوي اصبر جيب خبر عليك وين الربع بني تحررنا انت عندك بيزات لو تشوف انت بيزات ترى بتصروع اشوف راوني اقبض هناك لا 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 الحين تمن في اسد ولا تمن فيي صبر بطال صاحي بشوف كم هاير هاير 600 خلها اشوف هنا هذه 1000 زين ردهم في البوك اشوف الباقي هناك كم اي حرامي هذا بعيد بعيد شوف بطالع هن كم اي حرامي اني هراني يا ولد بطالع هن كم حق حد يصير يخاف منهم لا تسخف والله يا جدل اشوف كم انا 100 درهم 500 هاي كلهم قبل 20 10 جديد ها حطهم داخل لا 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 شو انا هنا ملغوث انت ها هذا موزع عطنا لي في المخبح هنا اشوف انا ما في مشكلة جيب جيب هاي يحطني هبا ودين الصندوق واحدة عندك هناك 2000 واحدة ها عندك ها حط هاي واحدة هناك هاي واحدة حق انت التوب صلاح حيوان انت ما يخص ما والله لا يشتلك حيوان كره الله تهلويه الليلة حيوان صلاح شوف حيوان عيب عليك جيب 500 جيبها انا واحد انا بابا يلا 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 جيب خلي فلوسه خلها صبري يا الدوية تعال بنراويك نحن يا اليوم بلاك مستجلب عيني اصبر اصبر براويك لا بنربيك لا 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 شو لا ما باهن يبها هذا براويك نحن ها شوف الخير ما باللعب لو درع عمير شك جيب اصبر شوف هذا ها هبل انت يعطونك ها شوف التهنية شوف ها شوف شوف وين شفته ها هاك منو ماله هاي مال الربع مال عبد الرحمن ها شوف ربطه مكبرها وانت تمها هاي الحاشرن عليهم شوف عبد الرحمن لا تعطيه هو 500 ما عطاك واحد عطي لا باذن تعطيه انت يا بابا انا واحد 500 توهنا هشني 500 انا هشني الله اكبر انا بس ابي هذه شو هذا؟ انت بس هذا نصيب سكراطيس. بس اعطيك عيدية ذا يوم العيد. عمي سكا حي تضربون عشان الفلوس. انا مجنون. اسطوط انت اسطوط ما تسوي. انا مسكين انا عندي شغل اصرخ. هدى هاي فلوس مال صلاح. ما بنتي هذه من الحناية. انا شو طالع لنا دخلنا كلها. كنت تجي انت يا سي. وين فلوسك انت؟ انا باقي بيزاتك وين ها؟ اعطيها 50 درهم مصروف ها؟ 50 درهم مصروف 50 درهم ما يخصني انت حر 50 درهم طيعة طلع الموبايل يلا حق بتحفظهم يا رجال ما طيعة طلع بس خلن ما طيعة طلع ما يخصني عيب انت الحين حمد يب 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 حيموتوا عشان الفلوس جيب عمي حطهم لي ما يحب الفلوس ها؟ عمي حطهم لي هنا ها هندوت هاي مالات الربع يوديهم ها 1005 مالات صلاح تريد this one اي 1500 وهاي لكن مرضان مالات الربع خلاص ما صلاح وين عمي خذ 500 ها وخذ زين اوكي حبيبي معاه
مو خلي يا ابو مالك ولا ابو علي بتجي جت نصب عليه مو نصب عليه صلاح خلي خالد يزعل منك زين 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 خالد يزعل منك زين انا ابوه عباره باباه انا يارسي فاتني منيجيا مش انا ماما زين زين خلاص صبر انا ماما ولا لا زين زين انا ماما ولا لا زين زين انا ماما خالد بابا زين بيبي انا حبيبي اسمع الكلام صلاح ومو بيلا يلا يلا رمضان ودك الحين تو وياي حتى دقيقتين ما وحاله بيصير بنقاس ونا زين زين بابا زين أزاي يصلي إذا بس الجمعة؟ سمعت يبي يلحق على صلاة الجمعة. يصلي الجمعة خلاص. الجمعة هتصلي صلاة العيد. يبي يلحق على صلاة الجمعة يقول. بغيت عيد قبل الحين والصالحين. جاب جاه نعم. صلاة العيد مش. ما حب توك فخ كمخ على وجهه حبه تحب الفقير هذا يتيم وخيبه فدع ترقبه فدع رقبته يتيم. أنا اليتيم هذا كش ما أحبها والله ولا أحبها خد يوم ما طاي حب نوال شو اسمها عفا حبتي وستانس عشان بعدين نحط الليل كنا نحط العشاء لا تخبر خالد شو عشاء زين خلي ساكن عندك عند الخيال مو دحين لا الحين بي الحين اسد محسار يصلي لا اول لا تصير عندكم بدري باكر الصبح يمكن عندك في الخياط ما لازم تصير زهبات زهبات كان عندك في الخياط بيصيروا يبون عمي اليوم شو كنت تسوي في المول صار عندنا شغل شريتي ملابس العيد انا هي انا حقينا هذا ابوي عندي ثياب فصلي لك فصلتي له عيسى بن عبد الجليل اعطانا طاقه طاقه شو طاقه؟ مال تشوب مينون انت؟ وراني شلت هذاك اليوم لا لا وانت عمي طفل هذا ملكه بين مليك عرس هذا ها زهاب هدى هاب قراطيسه ها الزهاب والبشت والغتره كله موجود خليني اوريهم زهاب شو يا صلاح شو ده؟ ها مينون هذا خليه خبا خليه لا لا خديبة تودي الحلاق وليش الحلاق مالنا ما لا 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 ما يبى الحلاق مالنا هو شو يبى بالحلاق بالعكس الحلاق قم حلقه يعني حلو زين صلاح الحين انت بسير دبي يوم العيد تروح وترجع ما تبات مينو مينو ايه لا ما بس ايه يسلمون بالعياده يوم بيتجمعون يجيب هنا هني اخاي من انت اجيب يا مريض ما هاك بوك احنا مزور بيزا لا تعال تعال خلي تعال تشيل السياره تاكل بيت الريل وتدعي المطلق تمام مريض مريض شو تسوي في دبي تري بيزا فرق عيديات وين يمكن مش يسلم عند احد يسلم عليه شيء ايه والله العظيم ما يطلعهم يمكن عنده حد يسلم عليه اول يوم ترى بوك بوك اثنين بوكين سيارتين سياره ايه بن 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 الفلوس البنك ما بيزات السياره الجديده جديد ان شاء الله حاف سمعوا يا هل بال مال ما شؤون القصر صلاح يقول لكم انتهت سيارته من 5 سنين وانتم عازرين لازم 6 صلاح ابوي يقول لا اعتمد من هالسياره بسياره جديده وبيزات عندكم عطوا ابوي افرجوا عن بيزات شو بالسياره تبى؟ انت شو تبى؟ مرسيدس؟ خيبه مرسيدس شو من السياره تبى؟ شو حصه مثل سيارة حصة مرسيدس ابوي يقول لكم يبا اي نعم بيفرز حبيبي بيع بيزات بنا بهر من فلوسك بلا ياخذوا لك بلا تحاتي خذ من شيسه فلوس راح يطلعوا يشتروا له سياره اي لا هاي السياره شو بتسوي بها؟ يبيها بابا على منو؟ علي انا حكمه ما صلاح وين بتبيعون المحكمة؟ اي بابا اول مثل الاول اي نعم ان شاء الله اللي تامر المحكمة إيه الله أكبر عطاه هدي حتعشر عليها لما تبيعها عطاه هدي صلاح عطاه لي لا مينون حرام حليلها وحليلها صلاح هدى مسكينة هذا مينون تتا مينون حرام عطاه لي لا شكرا خلنا نعطيها عبد الرحمن مينون لا كلهم لوادم ما قال هذاك لا شو هذا صلاح كلهم يعني لوادم
لا ما ادري قال لي لا عشان عشان اسكت يعني اسكت ما صدقنا على الله متيسخ تفضل صلاح 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 غترة الغترة غترة نزل غترة خلي بيدخل غترك الحين انت دخل انا ركب فوق راسي اه دوت تعالي هني قربنا انت قربه هني دوري عمي عمي تدرب زار الدنيا ودين الشيء لنا اليوم ها كم واي بابا شم شم مات الله اكبر قيمه بالدخنه معصب ارفع راسك فوق فنجع تنجيع سوى هاي الحركه سوى سوى ذي الحركه طلع دخلنا منه وعط هذه شويه عط هذه عط هذه بس يلا سر ثلث الدخن خذ خلي الدخن ما يحتاج كل دوره خلاص بني بمدخل مره ثانيه لا خلي روحه بيت دخن هذا يعرف روحه آه شوف ايش قال يدخن شوف ايش قال يدخن مينو هاي رجولي عشان شو قالت تدق الله ايوه ارقص ارقص اي 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 تحب المدخن انت شو هذه عشان هي نحاس النحاس اللي فيها ما في حد تعال انت مره تصيح مره تضحك عرفني على ايموجي انا مو مجنونه اصيح في التلفزيون والحين شغل تلفزيون انا قاعده اصيح سلم لما يقفل التلفزيون حصيح يا ربي يا بوم 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 الله الله يكون في عونك الله يكون الله يساعدني الله يكون في عونك عشان ما ينقص في اجلك انت هاي على اجلك الحين لا لا نعم سدنتك عمي ترد علي اخذ الرب ودي حبيتك مجلوبه شوف انا كيف شوف انا حبيتك مجلوبه حبيتك البطن ظهر شوف انا كيف انا انا التليفون غطيت تليفون غطيت العافيه من الله سبحانه وتعالى الحمد لله زين حبيتك مجلوبه هذا مسكين هذا لا لا هذا ما بمسكين ريال شي يشتغل وانت عارف ريال حشيم هي ريال مدين نعم ريال من شناص هي ريال صاحب قهوة هي ريال ها الحكي كله ما شف شافين هاي الله اكبر وينها من زيمبابوي ريال من شناص ورياضي واليوم يصير سنوكر قول عمي سكوتر انا مو قابله ما بعلى هواك انت انا مسؤوله انا مسؤول عنك تبي تزوجني غصب غصب لا الحين ما يتزوج لا 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 الحين ما ادري ابو شيء لا غصب طول ودلال وجمال وجمال ها حبك انت جمالك ودلالك شو اسمك عمي هذا بورمارلي ولا اسمك تراني بهجم من عمرها رضينا بالبلا والبلا ما رضى ابنه لو تشوفين لو اما اما اصلا ما بتجوز شيء لو ما توسطت انا ايش علي انا ليش قاعده في باب الذلاله انا الحين ما فكرت شيء مو القيمه ومنه عندي وايد مشاريع اخطط لهم هذا ابو محمد طالت اعماركم بيقدم شكر خاص للسيد الغالي العزيز ابننا الحبيب اللي في مثابه ابننا عبد الجليل بن طه بن عبد الجليل بن محمد الفهيم على انتقاء لي من هالنعول الفنانات من شيزاري باشوتي هذا من الكولكشن الجديد تو طايح اما عاد هذا هاي زيق عين عقلي ما تزيق هي شيء جميع نقول عندهم كانت تنقيت هاي قال لي ابو محمد سر وصلنا اليوم تنقيت هاي لها ثلاث لبسات يبني فنانات وشيوخيات عاد ابوي انا ما في يتريا لين العيد اليوم بدز بهذه انا ما في يتريا لين العيد اسكنت ما في انا ابو بتريا لين العيد لا تريلي العيد ولا عندي خبر حافظ عليك يا ابو محمد شكرا ثانك يو شكرا جزيلا يا ابو عبد الجليل شكرا يا عبد الجليل بن طه بن عبد الجليل مبروك مبروك شلي نزلي يا تعال خربي سفرته انت بمطيها لا لا بحشم حشم حشم افا افا تعال ان شاء الله اذا حصلتي لك حب
حرمه وقف وقف عاد لي سفعت خربتي العقال يي ترى الكلاب ده هي سمسمي يلا افترى عاد انت بكبرك ها يلا بسم الله الرحمن الرحيم الله يضحك يضحك شليت عن عقاله شلت برق شليت عن يلا وين هدى صدي يا ابتسمي يعني ابو كيف تسوي صوره بلا ابتسامه 1 2 3